احتفظ بالأكياس الورقية أو القماشية في سيارتك واستخدمها عند تسوقك. أعد استخدام الأكياس البلاستيكية مراراً قبل التخلص منها. قلل من استخدام الصحون والملاعق والأكواب المصنعة للاستخدام لمرة واحدة. أعد استخدام الأدوات البلاستيكية لمائدة الطعام بعد غسلها. احرص على فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير وضعها في الحاوية الخضراء. في حال عدم وجود حاوية خضراء أمام منزلك، بالإمكان جمع المواد القابلة للتدوير وتوصيلها أسبوعياً إلى أقرب نقطة مخصصة للتجميع.